المشاكل بالنسبة إليهم نهاية، إنما في الفكر الإسلامي الأصيل لا، القتل في سبيل الله وأقصى معاني الاستيقاظ والوعي. حينما نقول أنتم نيام فالناس نيام فإن ماتوا انتبهوا، كل إنسان عندما يموت كأنه انتبه من غفلة هذه الدنيا. كيف بالشهيد؟ كيف بالشهيد؟ أقصى درجات من الوعي والحياة. حقيقة هؤلاء الشهداء حقيقة لابد أن يكونوا يكرمون. يعز علي أنه في بعض يعني أماكن لازلنا لا نقدر للشهيد. ينبغي علينا أن نهتم بالشهيد، بأسر الشهداء، بعوائل الشهداء، نهتم بهم. بعض الأحيان توصلنا مثلا بعض القصاصات بأنه مثلا في كذا في منطقة في العراق أو في سوريا أو كذا عائلة شهيد مثلا ما ليس لديها ما يعني ما تعيش به. ينبغي علينا أن نرتب المسألة. في الجمهورية الإسلامية رتبوا هذا الجانب بشكل كبير جدا حقيقة، يعني ربما إلى درجة ما، يحتاج إلى المزيد، ولكن إلى درجة ما فعلا مفهوم الشهادة، ثقافة الشهادة أصبحت فعلا يعني ذات مثال عالي في نفس الناس. وهناك التفات إلى أسر الشهداء بحيث لا نقول بأنه والله إذا فلان ذهب إلى الجبهة واستشهد مثلا يعني من لعائلته، لا، شوفوا مثلا سواء لواء الفاطميون أو الزينبيون الذين استشهدون في سوريا اليوم، نعم عوائلهم مكفلة تماما. ينبغي علينا أيضا ربما في هذه العجالة، ربما الأغلبية من الأخوة من الجالية العراقية، أقول بأننا في العراق أيضا علينا أن ننتبه إلى هذا الجانب، كما أن الإيرانيين جذروا هذا المعنى. ينبغي علينا أن نجذر هذا المعنى أكثر في مسألة شهداء الحشد الشعبي لا سيما. لاحظوا في الجمهورية الإسلامية هناك الجيش والحرس والبسيج، في العراق الحشد الشعبي بمثابة البسيج، هذا الذي يتطوع ويذهب ليس فقط من أجل وظيفة في الجيش أو ما إلى ذلك أو الشرطة الاتحادية، يتطوع يذهب. ينبغي علينا أن 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 نكرمهم أكثر وأكثر. وفعلا كما أن الجمهورية الإسلامية، لاحظوا في صحف الجمهورية الإسلامية في الصفحة الأخيرة دائما يضعون وصايا الشهداء، أغلبية الصحف هالشكل عندهم صفحة وصايا الشهداء. هناك حاجة أيضا أن وصايا شهداء الحشد وأيضا الشهداء الآخرين في العراق وغيرهم ينبغي أن نكررها، كما أن قناة المنار مثلا بين حين وآخر تنقل وصايا الشهداء. ينبغي علينا أن نهتم بذلك. من أجل ذلك طبعا أقول بأننا هذه المعاني عالية ينبغي أن نقدرها. أنا يعني أبيات في 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 شأن الشهداء أريد أن أختم بها، يعني حقيقة طنانة في الأذن. هتفت بهم ريح العلا فأجابوا، وإلى الوغى بعد التجهز ثابوا، ملكوا نفوسهم فباعوا واشتروا في الله ما خافوا العدا ما هابوا، تركوا لنا دنيا الظلام وغادروا في عزة ولهم بها إسهابوا، تلك الشبيبة والفخار يحوطهم رفعوا لنا بعد الرغام جنابوا، إن أصبحوا فالخصم يرهبهم، الموت الحياة في موتكم قاهرين. الحياة هو فعلا عندما تقهر العدو، والموت في حياتكم مقهورين، تلك الشبيبة والفخار يحوطهم رفعوا لنا بعد الرغام جنابوا، إن أصبحوا فالخصم يرهبهم، وإن جن المساء فكلهم أوابوا، ألقوا إلى الدنيا تحية عابر ومضوا إلى درب الإباء غضابوا. هؤلاء هم شهدائنا، هؤلاء هم الذين ينبغي أن نكرمهم، وأيضا
نواصل دروبهم ونرى كيف نستطيع أن نجذر هذه القيم الإسلامية العالية ودحر الظالم إن شاء الله بمواصلة هذا الدرب. أنا أشكر باسم الأخوة في تكتل المعارضة، أشكر كل شخص بادر وحضر هذا المحفل الكريم وساهم، ونيابة عنكم أشكر مؤسسة دار الإسلام الذين استضافوا هذا المحفل الكريم، والسادة كلهم لهم أجلى التحيات وأجمل التحيات منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.